أستاذ عادل منورنا. إيه الأخبار؟ تمام فتحي الله خليك. منور كمجرة العادة. الله يخليك. كله حلو؟ الله يخليك. كله الله ماشي؟ يوسف. الله يخليك. هنقول كلمتين ونسمع ثلاث كلمات. اتفضل. وبعدين كلمة واحدة ونسمع أربع كلمات وهكذا. اتفضل. في حاجة أحلى من حاجة أحمد مهيب برضه بس مش كده. أستاذ عادل كلمني على إن إحنا عاملين مؤسسة نحمي بيها هذا التراث. <applause> هي البداية أولاً أنا بشكر حضرتك يعني على إتاحة <applause> الفرصة. اه بجد يعني ان حضرتك اديتنا الفرصه ان احنا نعبر عن الفاونديشن بتاعنا هي البدايه كانت 2016 عندما اعلن فخامه الرئيس عام الشباب ففكرنا في فكره ان احنا نعمل اول فاونديشن في مصر لحمايه التراث ويبقى متخصص بس في التراث المادي ولا غير المادي. والحمد لله قدرنا ان احنا ناسس المؤسسه بعد كده كانت الصراحه برضه بشكر الفنانه ليلى العلوي وقفت جنبنا عشان خاطر نعمل الفاونديشن بعد كده عملناه دخلنا مسابقه لليونسكو كانت الحمله العالميه المتحدون مع التراث وكانت الفنانه ليلى علوي هي مبعوثه التراث المصري ودخلنا المسابقه قدمنا مقترح قلنا فيه زي ما الاقصر فيها ثلث اثار العالم اسوان فيها ثلث ثقافات العالم بما, تمت بما تتمتع به من تعدديه ثقافيه النوبيين وحضارتهم العبابده والبشريه وامتدادهم بالقرن الافريقي الى قبائل العربيه المتمثله في الجعفره والانصار فمحافظه اسوان الى بيت الانبا سمعان، دير الانبا سمعان وده كان زمان الحجيج كان بيجي من دول المغرب العربي كان بيعدي على الدير ويستقبلوهم الرهبان بالاكل والشرب ويطلعوهم لحد بعد الدير وياخدوا طريقهم لحد سواكن السودانيه ويحضروا يروحوا الحج او العمره هناك. فبالفعل نزلنا صورنا كل المعالم السياحيه التراثيه اللي موجوده جوه محافظه اسوان، والحمد لله اسوان دخلت بقت مدينه التراث العالمي، وخدنا احسن تغطيه على مستوى العالم فمتحدون مع التراث. الله. بعد كده اتنقلنا بقى خدنا بعد ما اسوان دخلت مدينه التراث العالمي، على فكره هم من 10 11 مدينه على مستوى ده. العالم ما بينهم اسوان والقاهره. فقدمنا مقترح الصراحه برضه بشكر صندوق تحيا مصر، هو يعني الداعم الاساسي كان لينا في اول بداياتنا. قدمنا مقترح ان احنا عايزين نعمل بما اننا احنا البوابة الافريقيه لافريقيا فان احنا عايزين نعمل اول مهرجان دولي لدول حوض النيل فقط فصراحه صندوق مصر واقف جنبنا ابتدينا خاطبنا اكبر فرقه جاز في المانيا لان الجاز وال... والثقافه الجنوبيه فيها أو... فيها طبعًا. يعني مرجي منها فقدرنا ان احنا نتواصل مع فرقه الجاز في المانيا جم عندنا في اسوان وعملناها في متحف النيل وجبنا الحمد لله قدرنا ان احنا نوصل ل 16 سفير من دول افريقيا هيل. وبعد كده تواصلنا قالوا لنا هنجيبوا الشباب من افريقيا قلنا لهم لا احنا عايزين الشباب اللي جوه الجامعات لان احنا عايزين نعمل إسبوت تحقيقي على محافظه اسوان فبالفعل جبنا كل الشباب اللي في الجامعات المصريه اللي في الدول القرن الافريقي وجوا شاركونا بتراثهم الحرفي وتراثهم الموسيقي بعد كده بقى في 2019 صراحة لما وزيرة التضامن دكتورة نيفين كباج مسكت الوزارة. الوزارة ابتدت تدي مساحات كويسة للميادين العمل لمؤسسات المجتمع المدني اللي كان م. في هدفنا ان احنا نبقى يعني نحاول ان احنا نبقى سبورت كويس جدا في الحتة الجزئية بتاعة التراث فاديتنا مساحات الصراحة ففكرنا بقى في فكرة لما جاء الرئيس في منتدى الشباب اعلن عامل المجتمع المدني أوه. قلنا طيب نهتم بقى بالتراث الغير مادي وهو التراث الغير مادي المتمثل في الهاند جرافت الحرف التراثيه طبعا, طبعا. فجاء فتحي قال لي طيب احنا في دلوقتي عندنا بعمل فرقه بتاعت موسيقى التراثيه لاحمد منيب آه. طب قلنا طيب احنا ممكن نعمل كل تيمة في المعارض اللي احنا بنيجي نشترك فيها كفاونديشن ان احنا مثلا النهارده المعرض ده ابتديناه ببيت العرب معرض بيت العرب كان حاجه يعني الصراحه انا بشكر برضو حرم سياده الرئيس على رعايتها لهذا المعرض الجميل اللي فعلا كان موروث للتراث والالتحام ما بين ما بيننا كمصريين صحيح مع صحيح. العرب صراحه كانت حاجه فوق الوصف فعملنا التيمه النوبه فجينا استاذ فتحي فرقه منوبه التراثيه ابتدينا نعمل بقى المزج ما بين التراث الهاند جرافت المعبر عن موسيقته الفنيه هو ده التراث الغير أيوه. المادي